إذن للحديث عن واقع السجون الحكومية في العراق والانتهاكات الحاصلة ضد المعتقلين ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المتحدث باسم مرصد آفاد حسين دلي. أستاذ حسين مرحبا بكم، لنبدأ بأهم المعايير التي وثقتم على أساسها الانتهاكات الحاصلة في سجن التاجي شمالية بغداد وأيضا نوعية الانتهاكات المرتكبة في هذا السجن. أستاذ حسين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه، تحيه للرافدين الكريم. حقيقه مرصد افاد اصدر اكثر من تقرير وبيان عن الانتهاكات الانسانيه والحقوقيه في سجن التاجي. سبق للمرصد ان اصدر تقرير قبل 5 أو 6 أشهر عن حالات التجويع داخل سجن التاجي، وهذا تقرير اخر يؤكد استمرار المعاناه والانتهاكات ووجوه اخرى لهذه الانتهاكات، وليست فقط في سجن التاجي، فسجن الكرخ وفي مطار مثنى وسجن الكفل في بابل وسجن الحوت في الناصرية كلها تعج بالمآسي والكوارث الإنسانية والحقوقية. هناك استغلال واضح للسجناء، ابتزاز للسجناء أنفسهم ولذويهم ولعائلاتهم. سجن التاجي حصلنا على شهادات من مكتوبة من عدد من السجناء وتسجيلات صوتية من أحد السجناء ومن موظف داخل أحد الأقسام في سجن التاجي، كلها تطابقت على تأكيد الواقع المرير الذي يعيشه مئات السجناء داخل سجن التاجي. هناك استغلال واضح لهؤلاء السجناء، تعرض للتعذيب، الضرب، الإهانات. هناك ابتزاز في مع دخول فصل الصيف ودرجات الحرارة العالية، يلزم السجناء بدفع مبالغ عالية لمن يريد الانتقال إلى قاعات مبردة وفيها مياه باردة. الكثير من المعتقلين، وصلتنا إحدى الشهادات عن شخص أو عائلة لسجين من مدينة العمارة، دفع أهله 20 مليون لنائب مدير السجن أحمد جعفر مقابل الحصول على قاعة مبردة فيها عدد قليل من السجناء، وطبعا بقية السجناء في هذه القاعة أيضا يتمتعون بقاعة نسبيا أحسن من بقية القاعات المكتظة المزدحمة التي لا تتوفر فيها أجهزة تبريد جيدة. طبعا الأدعى والأمار في هذا التقرير الذي رصدنا فيه 5 أشهر من تاريخ إعداد التقرير أكد وفاة 42 سجين خلال 5 أشهر فقط. هذا العدد كبير جدا مقارنة بما شهدناه أو حصلنا عليه من معلومات عن وفيات أخرى في السجون الأربعة المشهورة بسوء المعاملة التي ذكرتها قبل دقائق. طيب، وهذا مؤشر خطير جدا، ولذلك نحن في مرصد أفاد ندعو رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي أعلن أكثر من مرة رفضه للانتقادات الموجهة للقضاء أو لشخصه باعتباره رئيس السلطة القضائية الآن في العراق. ندعوه إلى أن يأخذ فريق ليزور سجن التاجي وسجن الكرخ وسجن الكفل وسجن الحوت. طيب، ويلتقي بالسجناء والمعتقلين ولا يكتفي بإدارة السجون، يسمع منهم ما يحدث من ابتزاز واضح وإهانات وضرب وتعذيب في بعض الأقسام والعنابر. هناك إشكالية كبيرة لدينا من ضمن إحدى الشهادات شخص يبلغ تقريبا 52 عاما، معتقل منذ عام 2012، أي منذ 10 سنين بدون أي تهمة، هو موقوف منذ الحملة التي شنتها أجهزة نور المالكي سيء الصيت عام 2012 قبيل القمة العربية. إلى الآن منذ 10 سنوات تهمته موقوف، لم توجه له أي تهمة بارتكاب أعمال ضد القانون. هناك حالات كثيرة يندى لها الجبين، ندعو الحكومة والأجهزة القضائية للتدخل ووقف هذه الممارسات المشينة.